خد بقى تعليقات مشاهدينا يا أستاذة أحلام. أستاذ محمد حسني بيقول: حلمت من يومين، خير اللهم اجعله خير، إني أمشي فوق مد البحر، واحد تاني لا أعرفه يمشي مثلي وظللنا نتسابق مشي فوق البحر حتى وصلنا معا برضو لنهاية بحر وليس بر. نهاية بحر، ما هو البر. هو نهاية بحر يبقى وصل للبر. يعني يقصد بنهاية بحر، ما هو نهاية البحر نهاية المية البر. هو كاتب ليس بر، لسه بره. يقصد ان هو وصل لسه في الليالي الاقليميه الدوليه، تعب وتوقف وبعد كده هما اتنين كانوا بيسبحوا. تقصدي كده؟ لا، ماشيين فوق، ماشيين فوق الميه. وقعدوا يتسابقوا، ماشيين فوق الميه. هو ده اللي يمشي فوق الميه، فوق البحر، ومش سباحه. يبقى هيتيسر لهم امر، والامر ده كان صعب جدا بالنسبه لهم. عارفين لما يتسخر البحر يبقى كانه ممشى عادي، ممشى عادي. ده معناه تيسير لامورهم، وكل ما كانوا بيسابقوا اكتر كل ما هما الاثنين تفوقوا في امر. هما الاثنين بس هو معاه حد مش عارفه في الحلم ده. مين الحد بقى اللي مش عارفه ده؟ انا عايزه اتكلم في الجزئيه دي. لما الانسان يشوف رجل في المنام مجهول كتير، بنشوف حتى سيدات وناس مجهوله في المنام. انا عامله فيديوهات عن الرجل المجهول والرجل المعلوم في المنام. الرجل المجهول في المنام هو عملك. كل ما كان الرجل ده طيب وسامح وبيساعدك، ومثلا زي اللي بيقول في الرؤيه بيسابق معايا، بس هو ما ضرهوش وما عطلهوش، يبقى هو عمله طيب، بيساعد معاه في اموره وبيشجعه على ده. الله. انسان عمله طيب، فالرجل الجميل او الرجل السامح عملك الطيب. الرجل القبيح السيء الشكل وتلاقيه دايما بيظهر في المنام يهاجم، ده عمل الشخص السيء اللي عامله. هتلاقيه دايما في المنام بيجي يعطله وينازعه ويخليه ما يبقى راجع نفسي. فيراجع نفسه. المعروف يا استاذ احلام، المعروف بقى. المعروف بقى يعني الرجل المجهول هو عمل انت لا تعلمه، عملته كده وتحسبه هين وهو عند الله عظيم. لا يعني معناه ايه يا استاذ احلام برضو عشان اوضح للمشاهدين؟ انا مثلا حلمت، ممكن يكون اوقات كتير في حلمي اصحى اقول وكان فيه في الحلم حد معرفوش، راجل معرفوش، هو ده بقى ده العمل الحلو او الوحش. هتلاقيه بيساعدك، هتلاقيه طيب، هتلاقيه حتى لو هو هيمسك معاكي حاجه او هيشيل معاكي حاجه تقيله، او هو وجوده بيديك امان. هو ده الرجل الطيب، ده عملك الطيب. تمام. لكن لما انت ما تعرفيهوش، يبقى انت عملتي عمل طيب وانت مش واخده بالك ان انت عملتي عمل طيب. ساعدتي حد، رديتي غيبه حد، عملتي حاجه كويسه في حياتك، فبيها بيحصل لك امر في حياتك نتيجه عملك الطيب ده اللي انت مش فاكراه. لكن المعلوم بقى، الراجل المعلوم، الراجل المعلوم هو عمل انت عامله وقصده وعارف انه خير ومستني منه رد الفعل، الامر هيحصل لك. والله انا بعمل صله رحم علشان ربنا يوسع في رزقك، يبقى ساعه الرزق هتحصل لانك انت عامل وعارف. لا انت عامل وعارف، الرجل المعلوم هو انت عمل انت عارفه وعارف. ما فهمتش النقطه دي. يعني ما الراجل المعلوم يعني رجل انا عارفاه، حلمت باخويا بابويا. لا 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 لا، عمل انت قدمتيه وعارفه مردوده. لا، في فرق بين الرجل المعلوم القريب اللي بتتعاملي معاه يوميا بتبقى رؤيته اول ليه او ليكي او لتعاملاتكم مع بعض. في فرق بين الرجل المعلوم اللي انا شفته من زمن، ما اعرف مدرس كان بيديني مثلا بس انا اعرفه، جار كان ليا معين ولا مردود عند ربنا، مقدم محتوى انا اصلا مش بشوفه، بس هو فانا عارف الشخصيه، عارفاه بس مش قريبه مني، مش قريب. ده معناه ايه؟ ساعتها بقى هنقول السؤال ايه في الجزئيه دي. امتى اول الرؤيه بمعنى الشخص نفسه ليه هو الشخص اللي بتعامل معاه، وامتى اول الرؤيه بان هي عمل اللي انا بعمله؟ لما يكون معاملتي مع الشخص ده بعيده، انا ممكن اشوف مدرس كان بيديني في ماده في ابتدائي بس انا عارفاه وعارفه ماشي. ده معناه ايه لو انا شفته؟ هو ده بقى العمل، اللي هو حد معلوم لكن ما بتتعامليش معاه. معناه ايه بقى ما اشوفه؟ معناه عمل طيب انت عملتيه وعارفاه وبتعملي كده علشان توصلي لهدف معين، والعمل ده هتوصلي له ان شاء الله بالعمل اللي انت عملتيه والنيه اللي انت قصدها. لا احنا نعمل حلقه على رؤيه المجهول والمعلوم دي اول مره نتكلم فيها. استاذ